لا تتوقف من إشي الحوثي عن افتعال الأزمات الاقتصادية التي تتزامن مع تحضيراتها للاحتفال بالمناسبات الدينية والطائفية التي تحشو بها أشهر العام. وكما كان متوقعا، فإن الهدنة لم تتمكن من تخليص اليمنيين من شبح الأزمات الاقتصادية المفتعلة، حيث أعلنت شركة النفط التابعة لميليشيا الحوثي اضطرارها إلى العمل بخطة الطوارئ جراء استمرار التحالف في احتجاز سفن الوقود. إذن فهي أزمة جديدة في سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، يتبادل الحوثيون والحكومة الاتهامات بشأن المسؤولية عنها، حيث اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بعرقلة دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مفتعلة، ونفت الحكومة وجود أي استحداثات أو قيود خاصة مفروضة من قبل الحكومة على الوقود ودخوله إلى موانئ الحديدة. مصادر محلية قالت لقناة بلقيس إن ميليشيا الحوثي أجبرت ملاك محطات الوقود في مناطق سيطرتها على التوقف عن بيع مادة الديزل رغم توفر كميات كبيرة في مخازن المحطات، وأرسلت مندوبيها للإشراف على منع بيع مادة الديزل. مهدي المشاط القيادي في ميليشيا الحوثي حدد أنه في حال لم تدخل سفن الوقود إلى ميناء الحديدة ستتشاور قيادة جماعته لاتخاذ القرار المناسب، في إشارة منه إلى اتخاذ قرار التصعيد العسكري. وتتزامن تهديدات المشاط مع زيارة يجريها المبعوث الأممي لليمن إلى طهران لإقناع الإيرانيين بالضغط على الحوثيين للموافقة على تمديد الهدنة التي تنتهي في 2 من شهر أكتوبر المقبل.